ده كده الجزء الثاني من إعادة تدوير أي جنس قديم. الجزء الأولاني هيكون موجود في صندوق الوصف عشان اللي حابب يشوف الأفكار التانية اللي عملناها مع بعض قبل كده. ده رجل بنطلون بس البناطيل للجنس الواسعة. هبتدي كده اخد مقاس 60 سنتي، انا تانياها يعني جزء اللي متني 15 واللي تحت منه 15 والطول بتاعها 50 سنتي. هبتدي اتنيها بالشكل ده بس عشان اظبط المقاسات تبقى كلها متساوية. هقلبها بقى على الظهر وهبتدي اقفل الثلاث جوانب المفتوحين عندي، بس هسيب جزء كده صغير حوالي 5 سنتي مفتوح مش هقفله. طبعا انا استخدمت الابره والخيط عشان الناس اللي مش عندها مكنه يبقى الموضوع سهل بالنسبه له. هبتدي اقلب كده القماشه على الوش. هستخدم بقى سفنج او فايبر، اي حاجه متاحه عندك نقدر نعمل بيها الخدادية او المخده دي. حتى لو عندك بواقي قماش تقدري تستخدميها برده هتبقى حلوه، ظبطيها بس هتطلع شكلها حلو. هبتدي بقى اقفل الجزء المفتوح عندي. هستخدم دانتيل بالشكل ده. ممكن تستخدمي قطعة قماش تانية تكون مختلفة عن الجينز، اي حاجة هتليق مع الجينز الازرق فنقدر ان احنا نعملها كده بشكل البنبوني بالشكل ده. انا هبتدي بس ايه اشدها شوية واخيطها من القفلة من على الناحيتين عشان تكون ثابتة. بقيت عندي بشكل فيونكة بالشكل ده كده، ودي كده الفكرة الاولانية. تعالوا بقى نشوف الفكرة التانية. انا هاخد الجزء اللي هو بتاع البنطلون من فوق، هبتدي افتح كده الجزء اللي هو عند الحاج، هساوي بقى الجزء ده هشيله. هجيب جيبة بتاعة بنوتة وهبتدي اقص عليها. لو انت عايز تعمليها ليكي برضو هتنفع جدا، هاتي نفس مقاسك وابدأ اعمليها. انا هنا عشان عايز اعملها لبنتي تبقى مقاسها صغير، فهبتدي اجيب حاجة قديمة وهشيل كل الزيادات اللي موجودة عندي في الجزء ده. تمام، هاخد الطول اللي انا عايزاه والزيادات كلها هقصها. بقى شكلها كده. هجيب بقى استيك من الاستيك اللي هو العريض المبطط وهبتدي ادخله كده في الجزء اللي هو عند الكاميرا بتاعة البنطلون من فوق. ببتدي اشده وهثبته برضو بالابرة والخيط. طبعا انا فتحته من الجنب عشان المقاس يكون على قد الجيبة الصغيرة. هبتدي كده اثبت من الناحيتين وهعديه من الجزء اللي هو في الظهر، وطبعا بشد الاستيك وببتدي اثبته على قد الوسط بتاع البنت ده. طبعا انا كده لسه ما قفلتش الجوانب بتاعة الجيبة. خلاص كده بقى المقاس مظبوط بتاع الوسط. هبتدي بقى اقلبها على الظهر وهقفلها كده من الجناب، وبرده تانيتها من الجزء اللي من تحت. ممكن استخدم بقى اي شريط تزيين، جوبير او دانتيل او الشريط البونبون اللي ظهر قدامنا، اي حاجه متاحه بالنسبه لك تقدري تستخدميها. هبتدي كده اثبت الدانتيل ده من على الحرف وبرده في نص الجيب. الفكره اللي بعد كده هستخدم فيها اي شوز قديم، والجينز طبعا بيمشي ولاد وبنات. اي شوز بقى عندك يكون شكله قديم وشكله مش حلو نقدر نستخدم في الفكره ديت، ان احنا الجينز القديم اللي عندي موجود اقدر اجدد بيه اي شوز يكون قديم. تمام، هبتدي كده استخدم الابره والخيط لان القماش بتاع الكوتشي ده هو قماش، فهبتدي اخيطه كده فيه او اخيط الجينز فيه. بس لو عندك طبعا الجلد او انت بتثبتيه على جلد ممكن نستخدم الكلة او نستخدم الغيره برضه هيثبت معانا كويس. انا هنا هبتدي اخيطه برضه بالابره والخيط، وطبعا بحاول ان انا اقلب الجزء ده عشان يكون شكله مظبوط. تمام بالشكل ده. طبعا انا همشي كده على الجزء اللي هو في الجنب كله. بالشكل ده كده، وبدات اقص الجزء اللي من قدام وعملته برده غلفت على قد المقاس، سبت زيادات شويه في القماش. هبتدي اجيب جزء كده من السكوتش وهثبته على الجزء بتاع قفله الكوتش، بثبته برده بالشمع هيثبت معانا. بقى كده شكله جاهز. ممكن بقى نستخدم اي شريط تزيين على حسب انت بتزينيه او بتعمليه للبنت ولا الولد. ده البنوته، فهبتدي احط كده وهو شكلها حلو. وفي بادجات بتتباع بتبقى سعرها رخيص مش غالي، تقدري تجيبيها وتثبتيها على الكوتش مثلا عند الجزء اللي هو من قدام. تمام، هبتدي احط كده كام ورده من عند الجزء ده وهثبتهم كده على الكوتش. شكله اختلف تماما، وطبعا سهل جدا ان احنا نغسله، ولو حابه بعد كده تغيريه مفيش مشكله. الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها برضو حاجات وأدوات قديمة.
انا هستخدم هنا جزء من البنطلون الجينز، وخدت الجيب كمان بتاع البنطلون، وهستخدم اسطوانات قديمة. هستخدم هنا حزام من اللي هو الحديد ده، ده موجود برده في محلات الخردوات، وهستخدم كرتونة. تمام، هستخدم حاجات قديمة، وهقولك كمان على البدايل لو انتوا مش لو انتوا عايزين تعرفوا البدايل ايه، كمان اكتبولي في التعليقات وهقولكوا على البدايل ايه. انا هنا هستخدم اسطوانة، لو مش عندك الاسطوانة تقدري تستخدمي كرتون تقيل، مش عايزة تستخدمي كرتون مفيش مشكلة، ممكن تستخدمي اللي هي القماش الجوخ، وبرده ده بيتغسل وبيبقى سهل جدا. انا هبتدي كده ادعم الاسطوانة بالكرتون، وهستخدم كمان قماش الجوخ، وهبتدي اخد مقاس الاسطوانة نفسها. كده غلفت ناحية بالقماش الجوخ، وبعد كده الناحية التانية غلفتها بالجينز. هبتدي كده اثبتهم، هتبقى عندي الجزء اللي من جوه بالقماش الجوخ اللي هو الاحمر، والناحية التانية هتبقى بالقماش الجينز. وهبتدي كده اعمل شرط من الجناب، وهثبت الجزء دوت كده على جوه. هستخدم بقى دوت كان موجود على الجيب بتاع البنطلون، خدت مني كده الجزء اللي هو فيه استرس. ممكن طبعا نستغنى عن الخطوة دي ونعمل اي حاجة من ادوات التزيين نثبتها عليها. هبتدي بقى اجيب قطعة كده من القماش بالشكل ده، هي مستطيل، هيبقى العرض بتاعها حوالي 8 سنتي، والطول بتاعها هيكون السوستة نفسها 20 سنتي، هتبقى حوالي 25 سنتي. تمام، ببتدي احدد كده طول السوستة اولها واخرها، وبحدد الجزء بتاع النص بتاع السوسته اللي هو الفتحه والقفله، بعمل كده بالمسطره. تمام، هبتدي بقى بعد كده افتح الجزء ده بالمقص، بس بعد ما مساوي الاول الاجزاء اللي انا حددتها. هتني القماشه كده نصين، وهعمل الفتحه اللي انا عملتها عند الجزء بتاع فتحه وقفله السوسته، بمشي عليها بس. مهم ان احنا نعمل الخطوات دي عشان ما تبقاش القماشه مايله ومش مظبوطه. وهفتح برضو الجزئين اللي هو في اول واخر السوسته، هفتحها بالشكل ده، بفتح حوالي 0.5 سنتي، وهبتدي اتنيها. برضو هستخدم مسدس الشمع، وببتدي اتني الجزء دوت على الظهر بالشكل ده، وبعد كده بثبت السوسته. طبعا السوسته هتبقى الناحيه اللي هي بتاعه وش السوسته هيبقى من تحت بالشكل ده، انا قلبه السوسته نفسها. وبعد كده بدات اثبتها من الناحيتين، هاخد المقاس اللي انا عايزاه، وباقي القماشه انا هقصها. تمام، بحاول بس اساوي الناحيتين يكونوا قد بعض، وكل دي زيادات هبتدي اشيلها. هستخدم هنا قطعة من الدنتل بيضة صغيرة خالص، وهبتدي اتنيها كده نصين، هجيب الابرة والخيط طبعا الابيض، وبعد كده هبتدي كأني بسرج او بخيط كده، بس هخيط على الفاضي لحد ما تعمل معايا شكل فيونكة كده. هثبتها بقى على الجزء اللي انا قفلته بتاع الشنطة، هثبتها في النص كده، وهبتدي اعمل الجزئين بتوع الفيونكة على الناحية التانية، بشدهم كده، اديت شكل حلو جدا وبرده تزيين بسيط. هبتدي بقى اثبت الجزء ده، بس مش هعملها زي ما هي كده، لا هتني الجزء اللي على الحرف، هتنيه تانية بسيطة عشان يكون شكله مظبوط. انا بس الاول عايزة احدد القماشة او نص القماشة اللي انا عاملاها اللي فيها سوستة مع نص الاسطوانة، عشان انا عاملة شكل في الجزء ده. تمام، بالشكل ده كده انا قفلتها في الاسطوانتين من الناحيتين. هبتدي استخدم خيط المكرمية، وهبتدي اعمل علقة كده في الشنطة من الجنب، هستخدم قطعة كده من الكرتون، وهبتدي اتنيها اعمل فيها تنايات. هي بتكون مضلعة، الكرتونة دي تقيلة شوية، فهبتدي اعمل فيها التنايات عشان تكون واخدة الشكل الدوران بتاع الشنطة نفسها. وهبتدي اغلفها بقى بنفس القماش، بثبت القماش بالشمع. الفكرة بسيطة، بس زي ما قلت لكم اللي حابب يستغنى عن الكرتون مفيش مشكلة، ممكن يستخدم القماش الجوخ برضو، بيدي معانا نفس الشكل اللي احنا عايزينه، بس بدل ما نحط طبقة نحط طبقتين. برضو هغلف الناحية التانية،
والاجزاء الزياده برضو هدنيها على جوه. تمام بالشكل ده كده انا كده غلفتها. هبتدي بقى ازين الشنطه بالخيط بالشكل ده من الناحيتين. ممكن استخدم بقى العليقه او الحزام اللي هو الحديد، ممكن استخدم من نفس الخيط اللي انا زينت بيه الشنطه برضو كده بربطه خفيفه، هيدي منظر جميل جدا معانا. نستخدم المتاح بالنسبه لنا بس كده. ده شكلها النهائي، طبعا حلوه جدا وعمليه وكلها حاجات وادوات من البيت. الفكرة اللي بعد كده هستخدم اي شبشب قديم مقطوع او في اي ديفون، هنبتدي نشيل الاجزاء اللي احنا مش عايزينها. انا هنا ده شبشب عادي بس شكله قدم ويعني ما بقاش بيتلبس، هبتدي اغير من شكله وهجدده بالجينز برضو. هبتدي اشيل التوكة كده البلاستيك اللي كانت على الشبشب من قدام، وهاخد المقاس بتاع الكعب بتاع الرجل، بزود طبعا حوالي سنتي او 2 سنتي، المهم ان انا باخد نفس الرسم. هشيل بقى الجزء اللي هو من قدام ده بس عشان يسهل معايا ان انا اثبت القماش على الشبشب نفسه. تمام احنا ممكن نخلع البلاستيك كله، ممكن نشتغل زي ما هو كده محطوط من الجنبين. هبتدي كده اثبت، طبعا انا زودت في القماشة عشان اغطي الكعب كمان بتاع الشبشب نفسه. ببتدي اشد القماشة، هعمل فتحة كده بسيطة من الجنب عشان مكان البلاستيك، وهبتدي اغلف ده كله بالقماش. تمام بالشكل ده كده هكمله كله بنفس الطريقة. كده غلفت الجزئين، هجيب بقى اي قماشه مشجره وهبتدي استخدمها برضو في تغليف الجزء اللي هو من قدام بتاع الشبشب نفسه. بس انا هدعم القماشه دي عشان خفيفه شويه، هحط لها كمان من الجينز. هبتدي اجيب كده قماشه بنفس الطول اللي انا عايزاه، طبعا انا هلفها على الجزء اللي هو بتاع الشبشب من قدام، فهبتدي اتنيها وبعد كده هثبت القماشه المشجره عليها بعد ما بتنيها تانيه بسيطه، وبعد كده هبتدي اثبتها بقى على البلاستيك نفسه من ناحية الجينز، وبخلي الجزء اللي هو المشجر من فوق. هاجي كده عند الجزء اللي من قدام وهعمل فتحة بسيطة، طبعا ده كله بيتثبت ما بيبقاش باين اي حاجة من الجينز اللي من جوه. كده انا غلفت الجزئين وعملت فتحة بسيطة عند الجزء اللي هو بتاع الصباع، وعديت البلاستيك عشان اغلف كل الشبشب زي ما هو. هبتدي بقى اعمل فيونكة بشكل بسيط واحطها واثبتها على الشبشب من قدام. الفيونكة عملناها مع بعض كتير جدا في الفيديوهات، مش حابة ان انا اطول كمان عشان الفيديو ده اصلا كبير شوية، فهي فكرتها بسيطة وعملتها معاكم. لو رجعت للفيديوهات هتلاقوها معمولة باكتر من طريقة وكلهم اسهل من بعض. الفكرة دي عملية جدا وكمان تقدري تغيري بيها اي شوز قديم عندك. الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها اي علبة من علب الشامبو، البلاستيك بتاع العلب دي بيبقى حلو جدا وتقيل. هبتدي كده اشيل الجزء بتاع الغطا اللي من فوق، بشيل الزيادات اللي موجودة، وبعد كده بشيل الستيكر اللي على العلبة من قدام ومن الظهر. هستخدم بقى اي قطعة جينز، هو ده رجل بنطلون قديم برضو فيه ديفو، فهبتدي اشيل كده ادخل العلبة جوه الرجل بتاعة البنطلون، وطبعا بزود من الناحيتين وهقص كده الجزء ده. هفتح القماشة من الجنب، هبتدي اشيل الجزء بتاع الرجل اللي متني من تحت، وبرده اللي في الجنب دي كلها زيادات هتكلكع معايا ومش هتبقى مدية شكل حلو. هستخدم سوستة او سحاب، دي طولها حوالي 20 سنتي،
هبتدي كده اثبتها، اثبت كده من عند الجزء اللي هو فيه الراس بتاعت السوسته نفسها، هبتدي بيها. طبعا انا فتحتها من ناحيتين وهبتدي كده اثبت من الناحيه التانية. هنخلي بالنا عشان باقي الزياده اللي في السوسته دي انا هشيلها. هبتدي كده اخيط من على الحرف اللي هو المكان اللي انا قصيت منه الزياده اللي كانت في السوسته، والناحيه التانية برضو نفس الكلام. هبتدي اثبتها كده على علبه الشامبو، هثبتها بالشمع. هجيب بقى القماشه وهدخل فيها العلبه، او هدخل علبه جوه القماشه بس هدخلها على الظهر، وهبتدي اخيطها كده بالابره والخيط، وبرده الجزء اللي هو من الظهر سبت يعني وسع حوالي اقل من نص سنتي بس عشان اعرف اثبت الجزء ده. احنا طبعا ممكن نستخدم مسدس الشمع في التثبيت، مفيش مشكله، بس لو تلاحظوا ان دي هتبقى كانها تلبيسه كده جوه العلبه بس كده، عشان الناس كمان اللي بتشتكي من ان الشمع نفسه بيكلكع تحت القماش. هبتدي كده اتني الجزء اللي هو من فوق وهثبته بالشمع على الجزء اللي هو عند السوسته. هجيب دانتيل هاخد منه جزء صغير بس وهبتدي اثبته كده على الجزء اللي من فوق. اختاري اي شكل ولون من شرايط التزيين، هيدي شكل حلو جدا مع الجينز، بيليق مع اي حاجه. بس كده ثبت الدانتيلا حوالين السوسته نفسها. هستخدم بقى خيط وهبتدي اثبت كده من الناحيتين حاجه بسيطه خالص، وبدات اعمل علقه في السوسته نفسها. هستخدم بقى اي لوجو او اي حاجه، ممكن تستخدمي اي بادج قديم عندك وتبداي تثبتيه كده على الجزء بتاع المقلمه. هي مقلمه او منظم للميك اب على فكره بيشيل كتير جدا، كفايه ان الحاجه بتطلع منها بتبقى ريحتها حلوه، فكرتها بسيطه وسهله وكمان عمليه. بصوا شالت حاجات كتير جدا. اخر فكرة معانا، وطبعا الافكار بتاعت الجينز ما بتخلص. انا هنا هستخدم علب الايس كريم او اي علب عندك بتاعت زبادي او كده. انا هبتدي استخدم هنا الخيط اللي هو الملون، خيط المكرمية، هبتدي اثبت كده على العلبة كلها. ممكن نستخدم الفكرة دي نعملها برضو الكوبايات، نعملها بالجينز، بس هيبقى صعب شوية، واحنا عايزين ندخل لون كده مع الجينز او الفكرة اللي احنا هنعملها. هبتدي كده اغلف العلبة كلها، هبتدي اجيب كرتونه وبرده رجل بنطلون صغيره، هدخل الكرتونه جوه رجل وهشيل الزيادات اللي موجوده عندي، وبثبت كده الجينز او البنطلون نفسه من على الحرف. ومن الناحيه التانية برده نفس الكلام، هو في زياده شويه هبتدي اتنيها كده على الناحيه التانية، هعمل زي ثنيات او كسر بسيطه. هعمل علقه بالشكل ده من نفس الخيط اللي انا زينت بيه، هجيب دانتيل وهبتدي ازينه على الطابلو او البرواز اللي انا عاملاه. هبتدي اثبت الكوبايات بالشكل ده، اي بقى شيء تزيين، وهبتدي ازين بيه. خلاص كده ملون، وهبتدي اوزعه على الجزء اللي هو بتاع الجينز. ممكن نستخدمها فازه، ممكن نستخدمها مقلمه وللمقاصات. طبعا عملناها وعملناها من الجينز بدل ما يتركن او يترمي عندنا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. هسيب لكم كمان الفيديو التاني والافكار المختلفه في اول تعليق مثبت. السلام عليكم.